الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، له الجلال والكمال، وله العز الذي لا يضام. هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بيده مقاليد كل أمر وإليه ترجع الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه، ختم به الرسالات وأتم به نعمته على الناس ورضي برسالته.
كان الإسلام دينا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد. فالصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في مسجد التوبة، نلتقي اليوم حول الشخصية الثانية من مسلسلنا مؤلف وكتاب وقضية. لقد قرر المسلمون في عالم الغرب أن يكونوا على مستوى التحدي. لقد عزم المسلمون الوافدون إلى هذه القارة الأوروبية أن يعرفوا نعمة ربهم عليهم بما وفر لهم من الأمان والطمأنينة، أن يتكلموا ولا يهابوا، وأن يدرسوا وأن يحللوا وأن يراجعوا، وأن يكونوا على مستوى نقل الرسالة إلى هذه القارة. إن الصحابة من الرعيل الأول ومن تبعهم من التابعين الصادقين عبروا المضيق وأعدوا الجيوش وقدموا الأموال والدماء ليخترقوا هذه القارة. والله عز وجل جعل الأيام دولا بين الناس، فعندما تلكأ العرب وتشرذموا وتفرقوا قيض الله لأمتنا بني عثمان وزحفوا من الشرق إلى أبواب فيهن مرة أخرى بالسيف وبالسنان، ليكسروا صدفة الشيطان في أوروبا ولينقلوا كلمة التوحيد. اليوم أوروبا مفلسة، اليوم الأوروبيون ضائعون، اليوم العالم في حيرة، اليوم يوجد 10 ملايين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القارة، لا يطلب منهم إلا أن يستخدموا المنطقة والحجة والرحمة والعدالة والعناية بشؤون الناس ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى الوحدانية. إخوة الإسلام، هذا المسلسل مؤلف وكتاب وقضية هو ارتقاء إلى المستوى الأكاديمي. لا نريد أمة من الإمعات، لا نريد مجموعة من مقلدين، فالمقلدون صدقوا نابليون عندما دخل إلى أرض الكنانة وغزا بخيله الأزهر ووضع العمامة على رأسه وكذب كما يكذب حسني ألا مبارك، وكما يضلل الملك حسين، وكما ينحرف صدام حسين، وكما يبطش شين الفاسقين وغيرهم من أئمة الضلال اليوم فيتبعهم الناس. إن فرعون استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه السلسلة من المحاضرات يا إخوة وخطب الجمعة ليست مسألة تلقينية يقوم الواعظ أو الخطيب بالسيطرة على أفكار والقيام بعملية غسيل المخ، ليس هذا هو المقصود. إن أوروبا لا تروج فيها البضاعة المزجاة أبدا. إذا استطعنا أن نخدع ملايين المسلمين في إندونيسيا والهند وبنغلاديش وفي كابول وأنقرة واسطنبول، فإن أوروبا مؤسسة على البناء الأكاديمي. إن الطيارة التي ركبتها أنا وأنت عندما جئنا بها من بلادنا إلى هنا صنعها الكفار، صنعها الملحدون على أساس البحث العلمي، فأمنا أنا وأنت على أرواحنا. أخي المسلم لا تفجع، ونحن نتكلم في مسجد التوبة، إن الصاروخ والدبابة والمدفع والقنبلة والبندقية التي استخدمت في أفغانستان صنعها الكفار، لم يصنعها المسلمون. فكيف تنطلق الأمة غذاؤها بيد أعدائها وسلاحها بيد الذين يكفرون
نفكر، وهذا ما نحاول بعون الله عز وجل أن نفعله في هذا المسلسل. في الأسبوع الماضي أحبائي بدأنا من أقصى الشرق. عالم من أصل عربي هو أبو الحسن الندوي، نشأ تقليدية في بيوت العلم ومدارج ومعاهد العلم، وبدأ يفكر في مشكلة الأمة الإسلامية، فأثمر الله على يديه كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. سنتكلم الآن في المنطقة الوسطى في أرض الكنانة، والأسبوع المقبل نتحرك إلى الجزائر، إلى مالك ابن نبي وتجربة أخرى، رجل نشأ في محاضن الغرب، مات ولا يتقن نسخ الخط العربي على شكله الصحيح، ولكنه استيقظ بعد غفوته وأخذ يكتب للأمة وهو يرى التحدي في عالم الغرب. إن هؤلاء الكفار الذين جئنا لنعيش في بلادهم تعلموا أن يستخدموا عقولهم، فما بال أبناء الأمة الإسلامية يغطون في سبات عميق. العالم اللي راح نتكلم عنه اليوم، المؤلف والكتاب والقضية، من أرض مصر، ولد عام 1906 في الصعيد مصر، قبائل من أصول عربية اشتهرت بالنخوة والمروءة ورفض الضيم والاعتزاز بالإباء والشمم. هذا العالم، هذا المؤلف، هذا الكاتب، هذا الأديب ينطبق فيه قاعدة الاستيقاظ بعد الغفوة، بعد النوم. الشيخ عبد الحميد السايح منذ شهر يعلن استقالته من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. استيقظ ليعلم علم اليقين أن ياسر عرفات ومجموعته من شرار الناس أول ما تآمروا على القدس، وأول ما باعوا الدم الفلسطيني من أبنائهم وشبابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح فيموت عليه. الشيخ عبد الحميد السايح متخرج من الأزهر، عالم فقيه، دخل في دوامة الوطنية وسمك لبن تمر هندي، لأن قضية الموضوع اليوم قضية المفاصلة، قضية التمايز، قضية الولاء والبراء، القضية التي يتقنها أطفال المسلمين اليوم في عالم الغرب. طفلي وطفلك الآن من الله عليهم في هذه الديار الكافرة ألا يقبلوا تزويخا ولا ترقيعا ولا مداهنة ولا تجزئة في دين الله، إما الحق وإما الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين. فيا إخوة الإسلام، الشيخ عبد الحميد السايح صحي وأعلن استقالته لأنه رفض أن يبيع القدس. أراد الله أن يستعمله، يوفقه إلى عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. والعبرة بالأعمال خواتمها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يقدر لنا النجاة يوم الحساب والسعادة في دار القرار في جنات عليين بصحبة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد الغزالي الداعية المعروف استيقظ. قبل ما نرجع، الشيخ اللي هتكلم عنه اليوم يا إخوة، بعدما قامت الثورة في أوائلها بقرابة عام أقيم احتفال كبير، وقام رئيس الجمهورية الضابط محمد نجيب ومعه جمال عبد الناصر بدعوة هذا العالم ليتكلم في هذا المؤتمر. كان رجال الثورة يعتبرونه أبا روحيا بأفكاره التي تخط طريق المفاصلة بين الحق والباطل ورفض الشرك والصليبية والاحتلال العالمي. ويقف عبد الناصر جمال في هذا اللقاء ويقول: أخي الكبير سيد، والله لن يصلوا إليك إلا على أجسادنا جثثا هامدة، ونعاهدك باسم الله أن نجدد عهدنا لك
أن نكون فداءك، أن نكون فداءك حتى الموت. جمال عبد الناصر يقول في سيد قطب شهيد الإسلام: نعاهدك أن ندافع عنك حتى الموت. وفي أغسطس سنة 1966 ميلادية يقوم عبد الناصر وهو يزور ضريح لينين وإمام المركزية في موسكو بإعلان القبض على المتمردين على نظام الثورة وتقديمهم إلى المحاكم والحكم عليهم بالإعدام. ما أشبه الليلة بالبارحة، التنكيل بالمسلمين في البوسنة مع نظيف الأستاذ فريد من هيئة الإغاثة في نقابة الأطباء بمصر، واحد راكب الطيارة من مصر إلى أهل كوبنهاجن. عندنا عبد الواحد بيدرسون هنا على بعد محطتين باص، وأخونا أبو نذير في ستوكهولم وهيئة الإغاثة شغال للمعنهار. أترون تكاتف المسلمين؟ أترون تمايزهم؟ أترون توحدهم على قضية واحدة؟ أترون اجتماعهم على ضرب الجهاد والمناصرة ضد الكفر وضد الإلحاد وضد الاضطهاد والتنكيل في العالم؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن يقوم النظام المصري باعتقال شباب الجهاد، يقدمهم للمحاكم ويحكم عليهم بالإعدام، وتتقرر قواعد المفاصلة والتمايز في المجتمع. القضية التي شغلت الشهيد سيد قطب وأراد أن ينقلها إلى الأمة الإسلامية الغافلة التي عمي عليها دينها وخلطت الأوراق أمامها وضللت عن استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ الغزالي إخواني نشرت جريدة الحياة عدد 23/6 أول أمس المحكمة، الشباب اللي قتلوا فرج فودة الكافر المرتد المستهزئ بالدين، وتأتي المحاكمة والشيخ الغزالي من الشباب المبكرين الذين انخرطوا في عمل الدعوة، له ما له وعليه ما عليه، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذه هي القاعدة التي يقررها سيد قطب رحمة الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله، ويعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ليست القضية أنه إذا استشهد سيد قطب أن كل ما يقوله هو الحق الذي لا مراء فيه، وليس لأن النبهاني وحسن البنا وغيرهم أسسوا جماعات إسلامية أن أقوالهم أصبحت في مرتبة الحديث الصحيح. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشيخ الغزالي إخوة يسألونه في المحكمة فيعلن أن الشباب الذين قاموا بقتل واغتيال فرج فودة نفذوا حكما شرعيا صحيحا، وأنه لا عقوبة عليهم، وأن هؤلاء المرتدين لهم في الشريعة الإسلامية أوضاع شرعية معتمدة قاطعة محددة، وأنه إذا قام فرد من أبناء الشعب بقتل مرتد فإنما جريمته فقط أنه افتات تطاول على سلطة الدولة إذا كانت أصلا الدولة مسلمة. وهذه مشكلة أخرى إخواني في سيد قطب، ونحن نتكلم عن المؤلف وعن الكتاب وعن القضية. سيد قطب في السبعينيات أصبح لغزا في واقع العالم الإسلامي. أهو أديب يبدع ببلاغته؟ أهو داعية يتحدى الطغاة؟ أهو مفكر وفقيه يستنبط الأحكام؟ أهو سياسي يخوض غمار المعارك اليومية لينتزع القرار من أيدي الجاهلية ويعيده مرة أخرى إلى أهل الشورى الذين يحكمون فيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الغزالي يا إخوة، وهذا خبر للناس اللي انتقدوه، يشهد شهادة حق. والآن الصحافة المصرية تموج بغيظها من العلمانيين. شلون؟ كيف؟ لماذا الشيخ محمد الغزالي يصبح من الأصوليين ويناصر الإرهابيين ويسكت على سفك الدماء في الأرض؟
حاشا وكلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، مؤلفنا اليوم سيد قطب رحمه الله ولد سنة 6 في أسيوط من عائلة من الصعيد، تعلم وتخرج في دار العلوم وذاق حلاوة اللغة. فتتكرر قصة العرب الذين دخلوا على القرآن من فصاحته وبلاغته. ونتذكر الوليد ابن المغيرة عندما أرسلوه ليقول قولا في القرآن ليصد الناس عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمنع قبائل الجزيرة من أن تترك الأصنام وتتجه إلى عبودية الواحد القهار. فلما سألوه قالوا كما يقول كتاب السيرة، قالوا يا أبا عبد شمس ماذا تقول في هذا القرآن؟ فيقول الوليد بن المغيرة: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه يعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذا ما قاله الوليد بن المغيرة المشرك الجاهلي الذي يعبد الأصنام. ماذا يقول فرج فودة؟ بل ماذا يقول وزراء حسني ألا مبارك؟ بل ماذا تقول التيارات العلمانية في الأردن وبلاد الشام؟ بل ماذا يقول علماء السوء وأذناب السلاطين في الجزيرة العربية؟ بل ماذا يقول أولئك الذين فتنوا في صدام وفتنوا الأمة من حولهم؟ هل قرأوا ماذا كتب سيد قطب وهو يتكلم عن التميز أو المفاصلة أو الولاء والبراء؟ ما هي المشكلة التي يتكلم عنها المؤلف إخواني وهي القضية؟ نرجع لسيرة حياته. نشأ من دار العلوم بيعرف اللغة العربية، ودخل في وزارة التربية والتعليم، وسافر في أمريكا إلى دورات للتزود بالمعارف التخصصية. وفي عالم الغرب أصيب بصدمة فكرية وعاد إلى بلاده ليتمسك بالدعوة الإسلامية، ويبدأ في كتاب التفسير للقرآن تحت اسم في ظلال القرآن، هو الكتاب اللي نتكلم عنه اليوم. إخواني، إذا أردنا أن نتكلم عن سيد قطب كلمة مختصرة فنقول فيه الصفاء في النبع والوضوح في الفهم. الرجوع إلى القرآن أراد أن يعلم الأمة الإسلامية في هذا القرن 20 الميلادي، وشباب الجامعات والمثقفين وغيرهم: نظفوا عقولكم وارجعوا إلى كتاب الله، وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا باختصار قضية سيد قطب. كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام، كتب معالم في الطريق، وهو في كتابه هذا كما انتقده المنتقدون يجرم الأحزاب والجماعات الإسلامية جميعا، ويعتبرها ليست على مستوى الكفاءة في التحدي وفي التميز والمفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهي القاعدة العقائدية التي أرادها الله عز وجل لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سواء بدأوا بالإيمان ونطق الشهادتين في مكة المكرمة، أو هاجروا إلى المدينة المنورة، أو خرجوا مجاهدين إلى بلاد الشام وفارس ومصر وإلى شمال إفريقيا، أو عاشوا اليوم قلة مستضعفة من المغتربين. التمايز والمفاصلة، عدم الخلط بين الحق والباطل، وهي اللي بيقولها القرآن: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. كان من الأساتذة اللي حضروا معنا إخوة في المخيم الأستاذ كمان رشيد، رئيس تحرير جريدة الرباط الإسلامية في عمان. اسألوه عن الواقع السياسي. السياسيون في الأردن في أرض الرباط بجوار المسجد الأقصى من المنحرفين العفنين يريدون أن يرجعوننا قرون إلى الوراء، إلى عهد الجاهلية الأولى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنالك يقولون التعددية الحزبية، عندما يقرر الشعب أنه مسلم، عندما يبحث الشعب عن قيادة، عندما يصطف الشباب يتلقفون الكلمات من أفواه العلماء، عندما يستعد كل رجل وامرأة
في طريق الجهاد على امتداد سطح الكرة الأرضية، فنحن لا نقبل بتعددية أبدا، ولا نساوي بين الشرك والكفر. أفنجعل المسلمين كالكافرين؟ ما لك أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه يا إخوة شخصية سيد قطب، يختلف عن أبو الحسن الندوي ويختلف عن مالك ابن نبي. أنا بقول الكلام هذا لي يا إخوان، لأنه أنتوا شباب، أنتوا المستقبل. إذا ما أردت أن تكون رجلا قائدا يا أخي، عيب في هذا المجتمع الكافر أن نرضى الدنية في ديننا وأن نرضى بالهامشية وبالقعود. لازم تفكر كما قال الله في كتاب العزيز: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنتوا عارفين يا إخوة منهج الإعداد الشرعي اللي بدأنا من 3 سنوات هنا في مسجد توبة، كم واحد صمت فيه؟ 5 أشخاص. واحد مش يقول يا أخي أنا لما بقرأ الكتب عقلي بيصدع. يا سلام، لما بتركب الكاديلاك عقلك ما بيصدع، لما بتشتري التلفزيون الكفار بيستخدم عقولهم، وأنت يا مسلم تبخل بشراء كتاب، تضن بدقيقة من عمرك تتردد في إنفاق دينار في معرفة دين الله؟ كيف تكون حضارة؟ كيف يكون تحدي؟ أم نقف عند مستوى الخطأ؟ ساعد المسلمون في البوسنة وإحنا قاعدين، اخلعوا الأحكام الجاهلية في مصر والجزائر والمغرب وفي كل مكان. كيف يتم هذا العمل؟ بالشاب المجاهد، الشاب المفكر، الشاب صاحب العزيمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أن تكون في مرتبة الإمامة، لتخدم لا لتتزعم، لتضحي لا لتأخذ. يا إخواني أحكي لكم واحدة من المشاكل، معلش نقطع موضوع الشيخ سيد قطب، لأنه ليس كونه استشهد، لما نيجي نتكلم عن مؤلفاته وأغلاطه، ليس اللي ألف حزب أنه معصوم عن الخطأ، أو لأنه جاهد في أفغانستان أنه معصوم عن الخطأ أبداً، ولا لأنه وقف على المنبر أنه معصوم عن الخطأ. الأمة الإسلامية لا تزال تعيش بالعقلية العاطفية. يا سلام، الشيخ الفلاني له برامج في التلفزيون، أهلاً وسهلاً، ولو كان يقول هجراً، ولو كان يضلل الناس، ولو كان يخلط بين الحق والباطل. أصبح الناس يحبون الأعلام، النجوم، الشهرة، التلميع. يقول لك واحد من جماعتنا لمع وزع له الأشرطة والكتب، لازم يسود في الساحة. الإسلام لا يبنى على ضلال وتلميع، الإسلام يبنى على المواقف. ولذلك قال سيد قطب: إن كلماتنا تبقى ألفاظ على السطور إلى أن نخلطها بدمائنا فتصبح حقيقة تؤثر في المجتمع. قيمة الرجل أنه كان واقفا عند حدود ما قال، ولم يتراجع في مواجهة الطغيان، وأثبت بالموقف وبروحه وبدمه أنه سوف يتحدى إلى آخر رمق من حياته. شوف يا إخواني مشكلة الأمة الإسلامية. إحنا اتفقنا في مسجد التوبة مفيش عصمة لبشر، وكل أخ يحق له أن يأتي إلى هذا ناقل الصوت اللي بيسموه الميكروفون ويتكلم للمسلمين، لأنه إحنا أصحاب قضية مشتركة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. واحد من الشباب بلغه، جاء مسجد التوبة وغضب، بلغه أنه كنا عندنا في الأسبوع الماضي بعض ضيوف من النصارى جاءوا لسماع الخطبة. للأسف الشديد إخواني، الذين بلغوه هذا الخبر لم يقوموا بشراء شريط الفيديو حتى يسمع ماذا قلنا في الخطبة، ونحن ندعو إلى الإيمان.